اعتقد اسمعوني لك رفاق بالداسوسيه، اسمعوني منيح، شنو واصله مع الكياد القطريه لهون. انتو بتقبلوا انه جهازنا الداسوسي ينخرق من قبل الموساد الصهيوني والسي اي اي الامبريالي وينفذوا عمليه تفجير بحقر دارنا؟ اعوذ بالله. يعني في خيانه؟ ما إيه يمكن الخرق اجا من القطاع الشرقي. شوف المسؤول عنه. اعوذ بالله، القطاع الشرقي طلع صاد الموساد ما بيخرقوا، يمكن من القطاع الغربي. اعوذ بالله، القطاع الغربي حسن منيح، الموساد بتنفرك رقبته قدامه. شوف القطاع الجنوبي. اعوذ بالله، انا قطاع درع فولاذ بوجه الموساد، يمكن الخرق اجا من القطاع الشمالي. اعوذ بالله، قطاعي انا ولا خيال عمال تتهمني. انا هلا بوريكم وقفوا لشوف. بدي شوف شو في اموال بجيابكم. يلي معه عمله اجنبيه بيكون خاين وقابض اموال، والموساد اخترقنا من قطاعه. جاهزين، افتحوا جيابكم. شلون 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 كلياتكم معكم نفس رزمه الدولارات يا خاينين؟ ما 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 هو يعني والله انا انه يعني ما ما اعتقد انا انه الخاين بدو اعدام. خاينين، كل واحد قابض 2000 دولار وبايعنا للموساد ب 6000 دولار يا خاينين. خرقنا الموساد يا عين الشوم، بس 6000 دولار خرقنا الموساد 6000 دولار، وهول 2000 صاروا 8000 دولار. يا عيب الشوم عليكم، خاينين، يخرب بيتكم، تو عليكم. خرقنا الموساد ب 8000 دولار بس لطيف.